وللحديث أكثر عن انتشار الحمى الفيروسية في العراق والتدابير الضعيفة التي تتخذها الحكومة لمواجهتها، ينضم إلينا عبر سكايب من لندن أخصائي طب الطوارئ الدكتور عرفان يونس الشمري. السلام عليكم دكتور. عليكم السلام، تحياتي لك ولجميع المشاهدين الكرام. أهلا بكم. تسجيل أكثر من 1000 إصابة يومية بالحمى الفيروسية، ما الأسباب التي جعلت هذا الفيروس ينتشر بهذه الطريقة وبصورة سريعة؟ التهابات الجهاز التنفسي أو التهابات الفيروسية اللي هي تنتشر في فترة الشتاء، هاي كانت موجودة حتى في قبل الاحتلال. في فترة كنا نشوف حالات كثيرة، يكثر عدد الإصابات في هذه الحالات وفي هذه الفيروسات خلال فترة الشتاء. تنتشر بين الأطفال، لأنه الأطفال وخصوصا الأطفال اللي يكونوا موجودين في 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 بيئة واحدة، الأطفال يروح إلى الروضة، إلى دور الحضانة، إلى المدارس، تنتشر بكميات كبيرة. لا، في الفترة الحقيقة في فترة الحصار كنا نتخذ إجراءات وقائية وتوفير علاجات مساعدة للحيلولة دون انتشارها أو دون حصول مضاعفات، لأن المشكلة في هذه الالتهاب هي حصول المضاعفات اللي تؤدي إلى التهابات ثانوية، وبالتالي تؤدي إلى زيادة فترة الركود عند الأطفال. نعم. وتأثير هذه الزيادة الحاصلة بالفترة الحالية. نعم. صارت بسبب انعدام التثقيف الصحي للعوائل. يعني طفل مثلا عنده إصابة، ما حد يبلغهم أو ما حد يقول لهم أنه هنالك مثلا هاي الإصابة، يجب أنه هذا الطفل ينعزل عن بقية الأطفال، يجب أن تكون هنالك عناية خاصة إلى أن يتعدى المرحلة الخطرة، وهذا اللي أدى إلى زيادة الإصابات، بالإضافة إلى قلة الوعي، قلة توفير المستلزمات الطبية، عدم استيعاب المستشفيات حسب ما سمعت بالتقرير مالتكم. إلى يعني استيعاب المستشفيات إلى هذا العدد الهائل من المرضى. إحنا كنا نشوف هذا، يعني أنا الآن أشتغل في لندن. نشوف هاي الإصابات كثرت، إنفلونزا، الإصابات سبرت إحنا نسميها التهاب القصيبات الهوائية، التهاب أوميكرون، المتغير أوميكرون للكوفيد، كلها زادت عندنا. لكن التدابير التي كنا نتخذها قبل فترة الاحتلال أو قبل الاحتلال، نعم، كانت تدابير كانت تخلينا أنه نوصل إلى الحد اللي بإمكاننا أنه نستوعب هذا العدد. نعم. الزيادة العددية. نعم. وبالتالي القضاء عليها أو السيطرة عليها إلى فترة ما بعد شهر اثنين أو ثلاثة. نعم. طيب، هنا أيضا قرأنا في الأخبار مؤشر IQAir الدولي المعني بشؤون التلوث يقول أن العراق احتل المرتبة التاسعة عالميا من حيث التلوث. هل يسهم التلوث اليوم في زيادة أعداد الإصابات أو قلة المناعة لدى الأطفال بالتحديد؟ التلوث هو عامل مهم جدا في نقل الالتهابات، كل أنواع الالتهابات. وتزداد، يعني مثلا التلوث في فترة الشتاء يصير التهابات الجهاز التنفسي والجهاز والتهابات يعني الجهاز العلوي، التنفس العلوي والتنفسي السفلي، يعني القصبات الهوائية والتهاب الحنجرة يزيد أكثر في فترة الشتاء. نعم. في فترة الصيف تصير الكوليرا وأنواعها، لأنه كل ما التلوث هو عامل مساعد في نشر هذه الأمراض، وخصوصا الأمراض الانتقالية، بالإضافة إلى بقية الأمراض الأخرى اللي هي السرطانات واللي حضرتكم كلكم تعرفون بها، وقدمتوا تقارير كثيرة ومستفيضة عن هذا الموضوع. طيب، اليوم الأهالي يقولون أن القطاع الصحي أو المستشفيات لم تعد تستوعب المصابين. ما الذي أوصل القطاع الصحي اليوم مع كل الميزانيات المرصودة لوزارة الصحة إلى هذا الواقع؟ وتكلمتم أنه قبل الاحتلال كانت هناك نوعا ما سيطرة على هذه الأمراض. في كل دولة أو النظام الصحي في كل دولة، إذا يكون نظام صحي متكامل، عليه أن يواكب الزيادة العددية في عدد السكان في تلك الدولة. في عام 2003 كان عدد سكان العراق يتراوح إلى ما بين يعني حد 26 مليون نسمة. في عام 2023 عدد سكان العراق سيصل إلى 42
مليون نسمة. هل هنالك مستشفيات بنيت خلال فترة ما بعد الاحتلال؟ لا. إذن المستشفيات الحالية هي التي تستقبل هذا العدد المتزايد، وبالتالي راح يصير ضغط كبير على هذه المستشفيات. نعم. الخطورة مو بس بهاي أخي العزيز، الخطورة إنه هذه الإصابات إذا انتقلت يعني بالعائلة من شخص إلى آخر ووصلت إلى كبار السن. نعم. اللي هم عندهم إحنا نسميهم مثلا أمراض مزمنة. تكون الإصابات عندهم إصابات خطيرة لأنها تؤدي إلى مضاعفات وبالتالي رقود في المستشفيات. وبالتالي زيادة عدد إحنا نسميه اللود أو الضغط على هذه. نعم. المستشفيات لا توجد زيادة في زيادة عددية في المستشفيات، لا توجد زيادة عددية في الأجهزة والمستلزمات الطبية اللازمة للحد من انتشار هذه الإصابات، لا يوجد تثقيف طبي. الصحة المدرسية مثلا ما تشتغل عندنا بصورة صحيحة بالعراق، يعتقد تم إلغائها أيضا. هنالك الحديث عن التوعية المدرسية دكتور، هنا طبي نعم يوعي المواطن بالحديث عفوا دكتور بالتحديد عن الصحة المدرسية والتوعية المدرسية التي أصبحت غائبة اليوم، ما مدى أهمية هذه التوعية مع اكتظاظ الطلاب داخل المدارس وممكن أن يصلون إلى 50 أو 70 طالب في اليوم في الصف الواحد، وربما هناك مدارس لديها 3 دوامات في اليوم؟ أخي العزيز، طاقة استيعابية لكل بناية، هذه الطاقة الاستيعابية إذا تجاوزت حدها راح تزيد عندنا فرص الالتهابات، راح تزيد عندنا فرص يعني حتى الحالة النفسية عند الطالب راح تأثر عليه، راح تزيد فرصة أو قلة التعلم عند الطالب بزيادة العدد. الاكتظاظ اللي موجود هذا في مدارس العراق هذا كله يعني في ادى الى انخفاض مستوى التعليم، انخفاض المستوى الصحي عند الاطفال، انخفاض ايضا في تردي الخدمات المقدمه من قبل المدرسه تلك المدرسه او هذه المدرسه في بسبب هذه الزياده. لا توجد هنالك خطه لزياده عدد المدارس على المستشفيات. الصحه المدرسيه كان لها دور رائد جدا في السيطرة على الكثير من الأمراض، في توفير اللقاحات اللازمة. نعم. احنا تلقحنا في مدارسنا. نعم. في مدارسنا. نعم. اللقاحات اللازمة. صح. كانت هنالك الصحة المدرسية. الآن مؤخرا هنالك كتاب من وزارة التربية تم إلحاق المدارس بوزارة الصحة، اعتقد راح يرجعون إلى النظام القديم اللي هو نظام الصحة المدرسية. نعم. الصحة المدرسية هي عبارة عن نعمة فقدت فقدت في مدارسنا، وبالتالي راح يزيد للأسف هنالك توقع في زيادة عدد الإصابات في هذه الالتهابات، وهنالك ممكن تكون زيادة في إصابات المتحور الجديد. طيب دكتور، في سؤال أخير وسريع، لو سمحت وتعطي للأهالي وصفة سريعة كيف يحافظون على أبنائهم داخل المدارس مع هذه الأجواء التي ذكرتها؟ الالتهابات هي التهابات فيروسية، تحتاج فقط علاجات احنا نسميها مساعده، يعني الباراسيتامول، زياده نسبه السوائل، زياده يعني الفيتامين سي، يعني الماسكات لازم يلبسوها اذا التلميذ هو مثلا مريض عنده هاي الرشح يلبس ماسك حتى يمنع. نعم. انتقال العدوى الى بقيه الاقران. اذا طولت هذه الاعراض الى اكثر من مثلا 10 ايام عندها يجب على العائلة الانتقال إلى مرحلة ثانية، هي أنه. نعم. يروحون إلى الطبيب، لأنه احتمال يكون هنالك التهابات بكتيرية ثانوية في الجهاز التنفسي. قد يحتاج المريض أو الطفل إلى اتخاذ أو أن يأخذ المضاد الحيوي. لا يمكن أن تأخذ المضاد الحيوي الآن في فترة من اللي هي 4-5 إلى 6 أيام إلى أسبوع، لأنطي مجال لمناعة الجسم، لكن حافظ على الجسم بكثرة السوائل،
قلة يعني تقليل درجة الحرارة المرتفعة حتى تحافظ حتى تمنع احنا نسميه الجفاف. نعم نعتذر. ولضيق الوقت من لندن أخصائي الطب الطوارئ الدكتور عرفان يونس الشمري، شكرا جزيلا لوقتكم الثمين. شكرا جزيلا.